السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. يسعدني أن أشارك في هذه الندوة، وهي ندوة الدراسات العربية والحضارة الإسلامية لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس. سأشارك معكم اليوم في هذه الفرصة السعيدة موضوعاً، وهو التخفيف من التحليل الإعرابي لتيسير تعليم النحو العربي. أود أن أشير بداية إلى بعض النقاط المهمة لهذا الموضوع، وهي: أولاً، نبدا عن هذا البحث. ثانياً، التعريف عن الإعراب. وبعد ذلك، المشكلات حول تدريس النحو العربي، وكذلك الحديث عن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في تدريس النحو العربي والإعراب. وسنأتي في نهاية هذا البحث إلى الاقتراحات والحلول للتخفيف من التحليل الإعرابي. إن هذا البحث يتناول حول القضايا المتعلقة بتعليم اللغة العربية من حيث قواعدها النحوية، وخاصة في باب الإعراب، فقد قامت الباحثة بهذه الدراسة للكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في النحو والإعراب. وكما تريد الباحثة من هذه الدراسة الكشف عن المشكلات التي يواجهها المعلمون والطلبة، وجاءت في نهاية هذا البحث بعض الاقتراحات من الباحثة للتخفيف من التحليل الإعرابي. لقد وردت في بعض الدراسات السابقة والبحوث العلمية قضية انتشار الصعوبة في دراسة النحو العربي، سواء في البلدان العربية والأجنبية. فبعد النظر إلى تلك الدراسات السابقة، وجدنا أن هذه الصعوبات والمشكلات ترجع إلى عدة أسباب مختلفة، منها ما تتعلق بالمقررات الدراسية، ومنها ما تتعلق بالمتعلمين والمعلمين، وغير ذلك من الأسباب. فلا بد من طرح الحلول والاقتراحات لتيسير تعليم النحو العربي. هناك تعريفات كثيرة عند النحاة حول مصطلح الإعراب، منها قولهم أن الإعراب هو العلامة التي تظهر في أواخر الكلمة، وهذه العلامة ستحدد موقع الكلمة داخل الجملة. ويقصد بالموقع هنا أنه وظيفة الكلمة في الجملة، وكما أن العلامة هذه ستتغير حسب موقع الكلمة. فعلى سبيل المثال، عندنا جملة فعلية: شكر محمد عليا. فلاحظنا من هذه الجملة أن لكل كلمة علامة خاصة في أواخرها، وهي حركة إعرابية، فالفاعل مرفوع بالضمة والمفعول به منصوب بالفتحة. والآن سنأتي إلى المشكلات حول تدريس النحو والإعراب، منها المشكلات في ضبط الحركات عند القراءة. مهما أن الطلاب قد درسوا تلك القواعد النحوية في الفصل ويواجهون الصعوبة في الإعراب، وأن الإعراب بالنسبة لهم أمر صعب، ويقولون أن التفاصيل والأوجه الإعرابية كثيرة. ومن بين هذه المشكلات أيضاً اعتماد المعلم على أن يحفظ الطلاب القواعد النحوية دون الاهتمام بالجانب التطبيقي. وأما المشكلة الأخيرة فهي إتباع المعلم الأسلوب القديم في العرض
واختيار الموضوعات الجامدة أثناء تدريس النحو العربي. إن المشكلات والشكوى التي قد تم ذكرها آنفاً قد تعود إلى أسباب مختلفة، منها كثرة الأوجه الإعرابية والتعريفات والشواهد والنوادر والشواذ. ثانياً، الاقتصار في تدريس القواعد النحوية على الجوانب الشكلية في بناء الجملة أو وضع حركة إعرابية في أواخر الجملة دون المعالجة فيما تتعلق بالجانب المعنوي. ثالثاً، ضعف قدرة المعلم على تنمية رغبة الطلبة في الإعراب، فسيشعرون على أن الإعراب أو النحو أمر صعب. ثم كثرة الأوجه المختلفة للنحويين ومدارسهم، وكثرة التأويلات الافتراضية. وأما السبب الأخير هو نفور أغلب الطلبة من الإعراب لأنهم لا يفضلونه، حتى أن بعض الطلبة يركزون على محاور أخرى في الدراسة. بناء على ما قد قدمت الباحثة من المشكلات والأسباب التي تؤدي إلى ضعف الطلبة في النحو والإعراب، جاءت الباحثة في نهاية هذا البحث ببعض الاقتراحات والحلول للتغلب على تلك المشكلات والتحديات. أولاً، الإهمال والإبعاد عن الإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديري قد يصعب للطلبة فهمه وإلمامه، فبالتالي من الأفضل أن نهمل هذا الإعراب التقديري ونعتمد على الإعراب الظاهري فقط. الاقتراح الثاني هو التخلص أو التخفيف في بعض الموضوعات النحوية، لأن هناك بعض الموضوعات النحوية المعقدة بالنسبة للطلبة في المرحلة الأساسية أو الابتدائية لتعلم القواعد النحوية. فمن بين هذه الموضوعات هي موضوع إعراب خبر الجملة والتمييز والمنادى والبدل، وكذلك الموضوعات من باب المفعول به، وهي الاختصاص، الإغراء والتحليل. أما الاقتراح الثالث فهو التخفيف في صيغة الإعراب. فمثلا إذا نريد أن نعرب هذه الكلمة وهي كلمة محمد من هذه الجملة جاء محمد، فنقول أن إعراب كلمة محمد هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهذه الصيغة وجدناها طويلة، فيمكننا أن نغير هذه الصيغة إلى صيغة جديدة ونقول أن كلمة محمد إعرابها فاعل مرفوع بالضمة. أما الاقتراح الرابع فهو الأخير، هو إنشاء بيئة دراسية تساعد في تنمية رغبة الطلبة في الإعراب، لأن هذه البيئة ستشجع فيما بعد في دراسة القواعد النحوية والإعراب، فيمكن للطلاب أن يقوموا بالدراسة عبر المنصات والألعاب التعليمية المتوفرة في الإنترنت. فكل هذه الاقتراحات والحلول تهدف إلى تخفيف عملية التحليل الإعرابي وتشجيع الطلبة في دراسة النحو العربي والابتعاد عن الخوف من الإعراب. وسأكتفي بهذا القدر. شكرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم،
وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.